صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللايف المباشر هنا من مدينة أكادير وبالضبط من حي السلام. في هذا المقطع الطرق اللي تم الإنجاز ديال الأشغال ديالو في الآونة الأخيرة كما كتشوفوا من هنا، يعني هذه هما الأشغال. شوف دابا غادي تلاحظوا يعني واحد الهضبة، شوف يعني هذه السيارة كيفاش غادي تمر مع الأسف الشديد. يعني الأشغال ربما لم تتم بالطريقة اللي خصها تتم بها، هانتوما كما كتشوفوا يعني حفرة داكداش. يعني شوف يعني السيارة كيفاش يعني كتمر من هاد الحفر اللي تركتها يعني هاد الشركة اللي تم تفوت لها يعني هاد الأشغال. كما كتشوف يعني مجموعة من الأشياء يعني في هاد الطريق، وأيضا ها كما كتشوفوا يعني داكداش يعني حفر يعني في كل مكان. يعني واش ها تروتوار فين مقلع، أشغال ما مكملات أيضا يعني في هاد الرومبان أيضا. يعني كما كتشوفوا يعني الدنيا كاملة مقلبة، ما فهمتش أنا هاد الناس يعني واش إلا ما كانوش يعني غادي يقدو الحاجة على حقها وطريقها، وأنهم يتركوا هاد الأشغال بحال هكا ما تماتش. ها غادي نجيو نشوفو عاوتاني هنا كما كتشوفو معنا يعني حفرة قدا قداش. ها وأصلا يعني هاد البافي راه عليها نقاش كبير مدينة أكادير يعني في الآونة الأخيرة. يعني كامل معوج مهرس البافي أيضا، يعني كاين يعني قاعد الدنيا مهرونة مع الأسف الشديد. هاهم هادي هما تقلعو تم يعني التركيب ديالهم من جديد كما كتشوفو معنا. هنا مقاد هنا لا يعني لم تمر سوى بضع يعني ربما شهر ولا ما كاملاش يعني على هاد الأشغال هنا بحي السلام كما كتشوفو معنا في هاد اللايف المباشر. وهذا يعني يسائل الناس المسؤولين القائمين على هاد الأشغال، يعني الطريقة اللي درت بها هاد الأشغال، وعلاش يعني هاد الرومبان بقى بحال هكا ما كملش، وأيضا يعني وجود مجموعة من الأشياء اللي يعني يعني واش من العيب والعار يعني بقى الرومبان بحال هكا ما عرفتش بلي زرعوا فيه، ما فهمتش هاد الناس. يعني خرجوا اشرحوا لنا يعني كيفاش هذا واحد الحفرة أخرى قداش كما كتشوفوا معنا. واخا على مستوى يعني التروطوارات الدنيا مقلبة، هانتوما كما كتشوفوا يعني واش هادي حالة في يعني الطريق يلا تقدس. يا واحد الحفرة أخرى، شوف الطريق الزفت هنا، ما الأحجار هنا حفرة قداش، أنتم كما كتشوفوا. لا إله إلا الله وصف ما شاء الله، ما يعني العبارات يعني تخونني في هذه اللحظة، ما عندي ما نقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل. يعني في هاد الأشغال اللي كتتم في هاد المدينة وبهذه الطريقة كما كتشوفوا، يعني ربما الصور توضح كل شيء ولا تحتاج لأي عبارات أو تعليق، أنتم كيبقى التعليق حر بالنسبة للناس اللي كيشاهدوا معنا هاد اللايف المباشر. يعني علاش هاد الأشغال يعني كتتم بهذه الطريقة وبهذا يعني بهذا لافاسون، ما فهمتش صراحة والله العظيم. نتأسف كثيرا يعني فاش كنشوفو يعني حال المدينة أصبح بهذا الشكل.
يعني تقول كما شار أحد المعلقين، تقول وأن واش أن الزلزال يعني داز من هنا. شوف الروم كونتاش ما نيامر مخربقة، أيضا هنا باقي مازال ما هنا واحد البلاصة أخرى. شوفوا عباد الله، شوف ما شاء الله، راه هذا الحجر يلاه دار مؤخرا. شوف السيارة كيفاش هاد السيارة غادي تدوز هنا، غادي نشوفوا شي سيارة أخرى غادي تدوز ونشوفوا يعني كيفاش هاد. صراحة العبث بعيني هو هذا. شوف هاد السيارة كيفاش غادي تدوز هنا. شوف ما شاء الله صح. يعني انا هاد المسؤولين واش ما كيحشموش من راسهم، واش ما عندهمش تأنيب الضمير؟ ما فهمتش صراحة، والله العظيم ما فهمتش. الانسان كيجي كارثة بمعنى يعني بجميع المقاييس، يعني كتعرفها يعني مجموعة من الطرقات اللي كتعرف مجموعة من الأشغال يعني في الجهة المقابلة أخرى. شوف داك الكاميو كيفاش غادي مرة. لا إله إلا الله وصلي ما شاء الله وصلي. نتمنى خيرا لهاد المدينة، ونأمل يعني أن شي نهار نستفق ونلقاو يعني هاد المدينة تسير في الاتجاه يعني الصحيح، يعني في النمو والازدهار على جميع المجالات. إن شاء الله سهل. ما شاء الله سهل، لا إله إلا الله سهل. دابا انا ما دابا بغيت واحد التوضيح علاش هاد الاشغال بقات هكا، يعني الناس دازو وخلاو هاد الشيء مرون بحال هكا، ما سالاوش، ما فهمتش، وخلاو مجموعه يعني من الحفار في مجموعه من المناطق يعني في هاد. كما كتشوف يعني حتى لي تروتوار يعني حتى هما مقلعين وما داروش في بلاصتهم، لكن ملي كاين الناس اللي ديالهم مقلعين هاد الشيء الكاز هادو
انتم كما كتشوفوا يعني راه على طول هذا الطريق يعني نفس الشيء. البنية كاملة محفرة ما شاء الله وصف إلهي.